mm -hmm. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اخواني واخواتي اهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج للبيوت اسرار. تربيه الاجيال في هذا الزمان حمل ثقيل ومسؤوليه عظيمه امام الله عز وجل يوم القيامه ومسؤوليه امام المجتمع اللي بينشا في الولد اللي احنا بنربيه ومسؤوليه امام ضمير المربي نفسه والتقصير في تربيه الاولاد في تربيه الابناء سواء الاولاد دول اولادك فعلا من صلبك سواء هؤلاء الاولاد في مدرسه وانت قائم عليها سواء هؤلاء الاولاد في حضانه وانت بتربيهم سواء هؤلاء الاولاد في جامعه وانت مدير جامعه مسؤول عنهم او استاذ في القسم مسؤول عنهم التقصير في تربيه هؤلاء اخره النار قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث معقل بن يسار ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة اللهم سلم ولذا فترة قادمة عاملين مجموعة من الحلقات إن شاء الله تعالى تتكلم عن أخطائنا في تربية أولادنا. ونسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يأخذ بأيدينا إلى تربية هؤلاء الأولاد تربية صحيحة سليمة من الناحية الشرعية ومن الناحية النفسية. الولد يا أخواننا عبارة عن نشأة نابتة بيحتاج إلى رعاية ويحتاج إلى حسن عناية وكما يحتاج النبات الناشئ فلاح عندنا في في القريه بيحرث الارض وياتي بالبذره يرميها في الارض وبعدين يسقيها بالماء وبعدين بيتعاهد الحشائش الموجوده حوالينها النبته دي ويبدا يشيلها من الارض وبعدين يحط شيء من الكيماويات عشان النبات يرعرع والنبات يكبر وبعدين يجني الثمره في اخر نهايه المحصول ده فكذلك الحال الولد عامل زي النبته دي يحتاج الى مربي حكيم يحتاج الى مربي يقظ، يحتاج الى مربي واعي، يحتاج الى مربي متابع، يحتاج الى مربي مدقق، يحتاج الى مربي حاذق، يحتاج الى مربي يتعامل مع الاولاد يتخول الاولاد بالموعظه والتوجيه والارشاد بين الحين والاخر ولكن بالاساليب التربويه الصحيحه. خلينا عنوان هذا اللقاء واللقاء القادم ان شاء الله تعالى تربيه بلا ضرب. تربيه بلا ضرب. طب هل الضرب مش وسيلة تربوية نبوية؟ طب هل الضرب مش وسيلة تربوية قرآنية؟ وربنا عز وجل ذكر الضرب في القرآن وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث وآيات أخرى وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ورد فيها مسألة الضرب أو قضية الضرب مش الضرب اللي احنا معتادينه اللي هو ضرب انتقام وضرب التشفي وضرب ان انا متغاظ من الولد ففرغ اللي انا فيه او انا مضغوط بفرغ اللي عندي لا إن اذا كنت تقصد ضرب التاديب وبالشروط التي تكلم عليها اهل العلم اه نعم ده احنا معاك فيه وده بس ده اخر المراحل اما اذا كنت تقصد ضرب التشفي والانتقام والكلام ده لا سيختص منك يوم القيامه عشان بس نفرق ما بين الامرين تعال اول نسال الام تضرب ابنك بالشبشب ليه وتعض البنت ليه وتشدها من شعرها ليه وتضرب ابنك في الجدار ليه تضرب بالشلوت ليه وبالقلم ليه ودي اخطاء بنقع فيها كاباء ومنها كذلك سب الاولاد وتجريح الاولاد وشتم الاولاد ده انت واد غبي ده انت فاشل ده انت مش نافع ده انت اخرك تبقى صبي ميكانيكي وانت اخرك انت تلف محشي مع عمك وانت مش بتاع تعليم شوف لك يا بنتي جوازها وجوزيها يا بنتي ربنا يصل لك حالك انت شو بتاع تعليم اصلا ايه اللي جابك هنا انتوا جيتوا هنا غلط الكلام اللي احنا بنسمعه من الاباء والامهات والمربين والمربيات والمعلمين والمعلمات والاساتذه واخواتنا من المعلمات في رياض الاطفال وفي الحضانات والموجوده في الابتدائي والاعدادي وغيره. طب بتشتموا الاولاد ليه؟ تسبوا الاولاد ليه؟ تضربوا الاولاد ليه؟ ولكن الولد ده ما ما كمدرس بس يقول لك ما بيتعبش معاه في الحصه الاب يقول لك ابني ده مش مركز في حاجه خالص طب وانت الولد ده مشاغب وواد مستهتر ده ده بيعض اخواته وبيضرب اخواته وبيعمل تبول لا ارادي على نفسه وبغل كبير كده في ال... في سته ابتدائي وخمسه ابتدائي يا عم تضرب لك ما هفصل القران يا استاذ انت بتشتم الولد ليه الولد بيعاند مع ان الولد في حاجه اسمها كل مرحله من المراحل وطبيعه الولد حاجه اسمها العناد الطبيعي ولا العناد الطبيعي ايه المقصود منه المقصود منه اثبات الذات في الغالب بيثبت ذاته انا همشي كلام ابويا او كلام استاذي او مدرسي في المدرسه او المعلمه بتاعتي او المربيه ولا هي لا هتمشي كلامها يثبت ذاته ده المقصود غالبا في مرحله الطفوله المتوسطه والمتاخره واول المراهقه تضرب ليه يا عم؟ يقول لك انا جربت مع الولد ده كل الوسائل وعين يعني والله ما جرب حاجه من الوسائل الشرعيه. انا جربت كل الوسائل مع الولد والولد ده مش على معانا الضرب، لما بيضربه بيستقيم. انا وانت ده كلام غلط اللي احنا بنقوله ده ده كلام غلط. احنا عندنا وسائل كثيره جدا اسمها البدائل لمسألة الضرب كثيرة جدا إن شاء الله تعالى أفاجأك في اللقاء القادم بإذن الله ببعض يعني هذه الوسائل وان شاء الله تعالى يعني تنفعني كاب في تربيه اولادي وتنفعك ان شاء الله تعالى في تربيه اولادك وتنفع مدرسين والمدرسات والاخوه في تربيه اولادي. طب انا بسال انت لما ضربت وبسال الام لما انت ضربت بالشبشب وعضيتي وشتمتي وضربت دماغه في الحيط وعملت اللي ما تعملش وصوتت وصرختي وقلت اللي ما تقلش هل الضرب ده اصلح الاولاد؟ لا 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 والله ما اصلحهم. بالطريقه اللي احنا بنعملها دي ما اصلحش الاولاد. ليه؟ ده ضرب تشفي وانتقام مش ضرب تأديب. ولا هو بيعلق الصوت ويهدد بالضرب لا ده بيضرب على طول. مع ان ربنا عز وجل لما تكلم عن علاج نشوز الزوجه قال والتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واجروهن في المضاجع واضربوهن. يعني ترتيب الضرب نمبر كام؟ نمبر 3. رقم ثلاثة لا هو معمي خناقة بيضرب على طول. ده في النادي. كيك بوكس ده في النادي يا عم. تتعامل مع انثى طيب انت لما ضربت والولد حفظ او انت لما ضربت والولد كتب الواجب او انت ضربتي والبنت اكلت رغما عنها وتتمغص وتبقى تعبانه مش قادره تبلع هل الضرب ده او السب ده او التجريح ده او الشتيمه دي كان علاج دائم ولا مؤقت يعني لما ترك الولد مثلا لما ترك الكلام في الفصل وانتبه للحصه وبدا يعمل الواجبات او الولد بدا يحفظ او الولد بدا يسمع كلام ابوه وامه هل الولد عمل ده عشان عرف الخطا ولا الولد عمل ده خوفا من الضرب ده اللي عايزين نوصل له بقى لا غالب الاولاد يفعل ذلك خوفا من الضرب والاهانه والتجريح يبقى ده مش علاج انما ده علاج مؤقت مش دائم ده علاج مؤقت ولذلك بقول لحضرتك خلي بالك ضرب الاولاد، سب الاولاد، شتم الاولاد، احتقار الاولاد يؤدي الى مصائب. ومنها واحد الكذب. انا عايز اقول للمربي، غايه المربي من التربيه ايه؟ ان يوقف المربى اللي هو الولد على الخطا الذي وقع فيه وصححه. ده كلام الصحيح. مش غايه المربي من التربيه ان الولد يخطئ ولا اضربه. ولا الولد يخطئ ولا سبه، ولا الولد يخطئ ولا اجرحه. لان الولد قد يفعل شيئا لاول مره فمحتاج ان انا اقول له عمليا ده ما ينفعش كده اعملوا كده كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الغلمان تب شاه فقال تنحى حتى اريك انت بتعمله ده غلط تنحى حتى اريك ازاي تذبح وقع في خطا النبي قومه بسهوله جدا لا سب ولا تجريح ولا ضرب ولا خبط ولا نزع ولا الكلام ده خالص فعايزين نقول للمربي خلي بالك غايه المربي من التربيه نحن احنا نوقف الانسان المربى ده الشخص ده على الخطا الذي وقع فيه ثم نصحح مش غاية المربي من التربية إن يضرب ويعاقب ويسب ويلعن ويشتم. السب التجريح الضرب الكلام ده بيؤدي إلى مشاكل كارثية في حياة الأولاد. ومنها واحد أن يتعود الولد الكذب. تعود الكذب؟ اه 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 زي ايه مثلا؟ الولد دخل وهو موجود في الفصل او الاب قال لابنه يا ابني انا نازل المسجد اصلي واطلع اتك هتك واجباتك او رايح مشوار وجاي اللي انت مكلف بيه اعمله واسمع كلام امك فجي مثلا مدرس في الفصل او الوالد في البيت انت يا ابني ما كتبتش الواجب ليه؟ قالوا صراحة يا استاذ انا كنت بلعب مع اصحابي ورجعت البيت لقيت في ماتش الاهل والزمالك اللي الامة كلها اتفرجت عليه و... انا انشغلت بالماتش وتعبت جدا فنمت الولد صدق ولا كذب؟ صدق قال اللي حصل فعلا فالمدرس يعمل ايه؟ وهذا بجهل يا ابني يعني انت عندك تتفرج على ماتش الكورة وتضيع ساعتين وتلعب مع اصحابك وتضيع ثلاث ساعات اولى من دراستك ومن تعليمك؟ اقف يا واد يوقف الواد ويديله عصيتين ثلاثه اربعه قدام اقرانه وبعدين يسبه ويجرحه ويهينه ويقول له ما تقلش ويقول له اترزع. هو مش واخد باله ان بيقطع قلب الولد بالسكين بس والولد حي مش ميت. والاب كذلك في البيت والام كذلك في البيت. فالولد يقول الترجمه كده اذا كنت انا صادق وبضرب لا ما اقعدش خلاص لما اسال هكذب يا ده ما كتبتش الواجب ليه عشان ماما امبارح كانت مريضه عيانه واحنا كنا معاه في المستشفى واحنا كنا يعني هو الولد الصغير ده وابوه كانوا مع امه في المستشفى تيتا كانت بتموت امبارح بس ربنا احياها وانا كنت قاعد معاه مش عارف صاحبي حصل له ايه وانا كنت مش عارف عامل ايه ولد يطلع يبدا يكذب ويتحرى الكذب بسبب ايه ان المدرس او المربي ضرب الولد اهان الولد احتقر الولد شتم الولد قال الولد اللي ما تقلش فاصل الولد الى درجه الكذب زي اب مثلا او زوج في البيت ربنا يهدي الازواج والزوجات يا حي يا قيوم أه حطت حاطط 100 جنيه تحت المخده قام أه في وقت الصبح بقدره القدير جل جلاله التقى ال دول 90 جنيه البيت ده في حراميه مين اللي خد عشرة جنيه؟ يا عم اهدى يا عم اهدى شويه الله يسترك. زوجته خدت ال 100 جنيه وكان نفسها تاكل شوكولاتة فقامت جابها شوكولاته بعشرة جنيه. بالذات في الزمن الجميل ده. فلما قال الجملتين دول اترعبت. ده لو قلت له ان انا اللي خدتها هيعمل نشرة في بين أمة لا إله إلا الله إن أنا سارقة وحرامية وعملت اللي ما اتعملش. فتبدا تكذب سبب ايه تجريح والسب والخوف وحصل عندها نوع من الخوف ونوع من الرعب ولذا نقول سب الاولاد تجريح الاولاد شتم الاولاد ضرب الاولاد يؤدي الى الكذب <applause> كذلك الرهاب الاجتماعي الرهاب الاجتماعي يبقى سنه بقى 30 سنه مش قادر يجلس في مجتمع في اثنين ثلاثه ويتكلم معاهم خايف ان يتكلم يغلط فيتعاقب خايف ان يتكلم فالناس تجرحه وتضحك عليه بعد ليه ثقه في نفسه وبدا يحصل له مساله الخوف من الاجتماعات مع الناس زي ولد دخل فصل مره من غير ان يستاذن فتح الباب ودخل وقال يا فلان بيسال على ابن عمه والمدرس قاعد فالمدرس قال له ما تستاذن يا حمار اطلع بره طلع الولد وأم داخل وقال فين الحمار ابن عمه أعوذ بالله فالولد الصغير ابن عمه قال له يا أستاذ أنا مش حمار وبالتاني التاني قال له وأنا مش حمار أم المدرس عات الولد الأولاني اللي دخل الفصل بدون استئذان أم له مقص برجليه أم قلبه على ظهره قدام الأولاد الأولاد هي وقعد يتحول لي يضحك ويعمل الولد حصل عنده نوع من الخوف أن يقدر يجابه المجتمع أو يقابل أي افراد في المجتمع اتنين تلاته ما يقدرش يتكلم قدامهم، ليه؟ بسبب الموقف الذي حدث قديما. الولد اخطا نعم. بس الولد قد يخطئ وهو جاهل، مش عارف ان الاداب ان يستاذن باطراف اصابعه ثم يلقي السلام وبعد كده يصرح باسمه. ما يعرفش السنه كده ولا يعرف اداب الاستئذان ولا حد علمه. فالولد وقع في خطا نعم ولكن خطا المدرس اكبر بكثير. كان ينبغي يا بني لقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاثا تعلموا كده ولكن لا المدرس عشان يتربى في بيئه صعبه او جاهل بال الوسائل التربويه في معالجه الاخطاء كما علمنا اياها رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدا يتعامل مع هذا مع الولد بهذه الطريقه مع ان الكلمه اللي قالها دي اثرت في قلب الولد بقى عنده رهاب اجتماعي يخاف يجتمع مع الناس ويتكلم معه واول ما يجلس مع حد تلتقي ضربات القلب تزيد جدا جدا ويبدأ الولد يتسبب عرقا حتى كبير ده مش ولد ده كبير السن يتسبب عرقا ووشه يحمر ومش قادر يجمع نفسه وبقى بيرتعش ومش قادر يجمع ثلاث اربع كلمات ويتكلم مع الناس حتى نسره مالك في ايه خايف وش اصفر كده ليه انت قلقان انت مريض انت تعبان لا, لا 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 هو افتكر الموقف القديم اللي عمله مع المدرس ما والله فعايزين نقول ان يا اخواننا ضرب الاولاد، سب الاولاد، تجريح الاولاد، اهانه الاولاد، شتم الاولاد، احتقار الاولاد يؤدي الى المصائب اللي احنا بنحكي عليها دي. كذلك يؤدي ضرب الاولاد الى ايه؟ الى الانطواء والعزله. الانطواء والعزله. يبقى الولد منطوي تيجي تاخده معاك المسجد كاشش ولازق فيك. مش عاوز يتحرك بعيد عنك. يا ابني العب مع الاولاد، يا ابن ولاد عمك ولاد خالتك، لا 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 منعزل. ومنطوي يجي يسلم على اي حد يبقى مش قادر يمد ايده. ليه؟ عايز يبقى منعزل عن المجتمع بسبب ايه بقى؟ ضرب، اهانه، تجريح، سب، احتقار. التجريح والسب والاحتقار والشتم والكلام ده يؤدي الى العدوانيه. ولد يمسك اي حاجه قدامه وبعدين يدغدغها ويدغدغها برجليه، خاصة حاجات اخواته. خاصة حاجات اقرانه، بيلعب في ماتش كورة يقوم عاتب الكتف. يقوم مشنكل الوالد شنكله صعبه شويه يوقعه ويبقى فرحان جدا ان كسر ايده فرحان ان عوره فرحان ان شاف دمه قدامه اسمها العدوانيه وامسك اولاد مثلا يعض الاولاد بسبب ايه السلوكيات دي؟ بسبب هذا الانحراف في السلوك ضرب تجريح اهانه سب احتقار من الوالدين التخريب اي حاجه كسرها لو لقيت ابنك بيفك ويركب ده ولد مبدع سيبه يفك ويركب اما اذا كان بيخرب دي مشكلة ثانية ولازم أبحث ده عرض لازم أبحث عن المرض أين هو؟ أين هو؟ هل ضرب للولد؟ اللي كده؟ سب للولد؟ احتقار للولد؟ المقارنة بينه وبين إخواته؟ بيأدي المشاكل دي؟ إن عايز يخرب حاجة إخواته؟ إن ما يسيبش حاجة في الشقة سليمة؟ الضرب والسب والتجريح والإهانة والشتيمة للأولاد تؤدي إلى العنف. يبقى ولد عنيف في معاملة الناس حتى في طريقة رده. حتى في حنجرته حتى في رفع صوته يؤدي الى التهتهة سب الاولاد تجريح الاولاد ضرب الاولاد يؤدي الى التهتهة ما يقدرش يجمع جمله كامله عنده خوف داخلي مش قادر يعني قد يكون في اسباب طبيه بس انا بتكلم على الامور النفسيه ولا يبقى عنده تهتهة مش قادر يتكلم كلمتين على بعض وتبقى مصيبه كبيره جدا الولد عنده صعوبات في التعلم فيجي مثلا ينطق في الفصل يقول بسم الله بينطق بالعافيه المدرس يقول له انطق يا ابني الكلمه اللي انت قلتها دي موتت الولد قتلت في الولد اي محاوله للاصلاح اي محاوله ان يبقى كويس والاولاد يبداوا يضحكوا عليه بدل ما يوجه الاولاد توجيه صحيح ويبرز محاسن هذا الولد والايجابيات اللي عنده هو بيضغط كمان مع المجتمع اللي حواليه ومع الوالدين ومع الاولاد يضغط على هذا الولد يفضل طول عمره فاشل دراسيا والولد خد قرار في نفسه ان انا فاشل لا اصلح في التعليم. وبلا شك ان هذا يؤدي الى تاخر الدراسه. التبول اللا ارادي التبول اللا ارادي. كان لسه عندي محاضره في بعض المعاهد الخاصه اليوم واخي بيقول لي ابني عنده 11 سنه وذهبت به الى كثير من الاطباء وما زال عنده تبول ارادي قالوا 10 سنوات وينتهي ولكن ما زال الامر عنده فبدات أسأل شويه اسئله منها عرفت ان كل القصه اللي عنده المشاكل والخلافات الاسريه التي بينه وبين زوجته. صوت العالي والصراخ وده ترد وده يقول وده يعيد فيش لغه حوار ولا تواصل فالولد لا يشعر في البيت بالامان. لا يشعر بالامان وعنده نوع من الخوف وخوف من المستقبل اذا كان خايف من ابوه وامه. فده ترجمه يؤدي الولد الى بعض الحالات تؤدي الى تبول لا ده يؤدي ايضا السب التجريح الشتم الكلام ده يؤدي الى تشويه نفسيه الطفل. ويؤدي الى احتقار الذات. ولد حتى في قرار نفسه ان انا مش حاجه. وعنده خوف دائم من الفشل. ولازم يعتمد على الاخرين. وعنده كراهيه لنفسه كراهيه للمجتمع وافراد المجتمع والمدرسين والدنيا وما عليه. بسبب ايه؟ السبب اللي كان بيتعامل فيه في الصغر. في بعض الامهات والفنون والجنون فنون آه يبقى الولد ما كملش سنه رضيع عنده 8 شهور 9 شهور وبتضربه وبتعضه تقول له يا غبي يا حمار يا كلب يا اللي مش فاهم يا غبي يا حمار يا كلب يا اللي مش فاهم هو ده مين يا حاج حضرتك بتتكلم على بيبي صغير عنده 8 شهور او سنه او سنتين لسه بيرضع وان لله وانا اليه راجعون الولد ده لما يكبر اللي كان بيسب ويجرح ويضرب والكلام ده ده بيؤدي في حياته الى التردد وصعوبه اتخاذ القرار مش قادر يتخذ قرار ليه عايز اعتمد على غيري لما حد يبقى حواليه سند لوحده ما يعرفش يتخذ قرار كذلك الاخفاق في الدراسه خاصه ده امر مهم جدا يبقى الامور سهله جدا 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 ولكن انا عايز اقول للمدرس لما كنت تعاتي الولد خمس مسائل رياضيه والولد وفق في حل مسالتين وثلاثه اخفق فيهم طب لما اركز على الايجابيات اللي عملها واسيب السلبيات الولد هيرتفع مستواه بالتحفيز والتقدير انت ولد مبدع حل المساله دي ما يعملهاش الا الجهابذه ما شاء الله عليه انت موفق ايام توفيق ولكن حاول في المسائل الاخرى وانا يقيني في الله عز وجل اولا ثم في قدراتك انك ستوفق في حلها زي ما انت الاولى والثانيه هتخلي الولد منتهى السعاده ومنتهى الفرح ودفعت الولد الى الأمان بخلاف مدرس ثاني اول ما اشوفه يعمل الولد كده اجل دي شويه الله يهديك الله يهديني ويهديك وحفز الولد والمكافآت والتشجيع واكتب اسم الولد على السبوره والولد لو ضعيف في المستوى اعمل برواز في قلب الكشكول الكشكول بتاع الولد او الكراسه واكتب كلمتين من باب مدح الولد خد الولد معاك في الطرق او وانت ماشي وكل ما تقابل مدرس قول له سدى محمد النهارده ما شاء الله مستواه افضل من امبارح عمل واحد اثنين ثلاثة النهارده شجع الولد وحفز الولد واتفق مع المدرسين من اجل ان انت ترفع من معنويات الولد خلي الولد يندفع الى الامام انا عايز اقول يا اخوانا ضرب الاولاد سب الاولاد تجريح الاولاد بيخلي في قلوب الاولاد مشاكل كبيره جدا 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 منا كاباء ومربين وانا عايز اضرب على ذلك اعمل تجربه ده دي ميه اهي ولو حطينا فيها لبن قلب الولد شكل اللبن اعني ابيض على الفطره او زي الميه الجميله دي طيب انا كاب او مربي لو قلت للولد وهنجرب كده الولد اقول له انت غبي الميه حصل لها ايه نوع من التغير كذلك الحال قلب الولد يحصل له كده يبدا يتغير لما اقول للولد ده انت عفوا كلب عفوا عفوا اقول للولد ده انت حمار اقول للولد ده انت غبي ما تفهمش شوف قلب الولد بقى كده طب ابدا اقول للولد انت يا ابني اخرك تبيع قطه في السوق انت يا ابني اخرك تبقى صبي ميكانيك. انت ربنا يسامح ابوك ابوك جابك هنا غلط كل ده كلام بنقوله للولد طب قلب الولد بقى كده مع ان اصل قلب الولد كان ابيض بدا يحصل للولد كده طيب لما انا بقى انا حصل كده خلاص بيني وبين الولد حاجز نفسي رهيب فمهما قلت له مش هيتقبل مني حتى ولو تقبل مني ظاهرا لو الولد تقبل مني ظاهرا غالبا لو تقبل مني ظاهرا ده بسبب الخوف بس اما هو من داخل نفسه مش عاوز يعمل انت قلت له عليه لان صار بينك وبين الولد حاجز نفسي لو عن... لو عندي لوح خشب وجبت عشر مسامير ودقت المسمار داخل اللوح الخشب ده إلى نصفه أو إلى آخره أو قريب من الآخر وحبيت إن أنا أخلع المسمار ده من جديد بعمل إيه في الخشب نفس لوح الخشب؟ لابد إنه يسبب نوع من الخدوش تمام كده؟ أنا هفترض هفترض إن ده هو اللوح الخشب وبعدين دقينا في مسمار اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة قلنا للولد أنت غبي وحمار وكلب والحاجات اللي إحنا قلناها دي طيب المسمار اللي أنا دقيته إيه ده لما أحب أنزعه من هذا المكان يسبب إيه؟ لابد أن يسبب جروح مكانه لابد أن يسبب خدوش كذلك الحال اللي احنا بنعمله مع اولادنا من سب وتجريح واهانه وشتيمه لما نيجي نصلح ده احنا خلاص وقعنا في اخطاء مع الاولاد وبدانا نستدرك هذه الاخطاء وقلنا خلاص هنبدا من جديد ان احنا نصلح مع اولادنا لان كثير من الاباء دلوقتي بيقول ايه اللي انا عملته في اولادي ده ده, ده مصيبه سوده دي طب انا عاوز اغير حياتي فاقول لك انت بقى اللي انت عملته ان ده بيسبب جرح في قلوب الاولاد طب عشان تبدا بقى تخرج الجروح الموجودة عند الولد، لابد من ازالة الحاجز النفسي الذي حدث بينك وبين الولد أولا. ومع كده هيبقى ما في قلب الولد شيء من الخدوش. أنا في مواقف من المدرسين متذكرها من 32 سنة في الماضي وأنا في الصف الرابع الابتدائي. لما يدخل علي مدرس في الفصل أو قبل الفصل كنا واقفين في, في الطابور في أول يوم دراسة وقد أكون حكاية القصة دي قبل ذلك ولكن مؤلمة لقلبي والمدرس ماسك ميكروفون وقد اتاه الله بسطه في الجسم والحنجره. الولد اللي هناك فقولي يبقى بيقول لي الولد اللي شايل الشنطه اقف مظبوط يبقى بيقول الولد اللي بيهرش يبقى بيقول لي وانا ما عملتش انا واقف في الطابور. لما جننا بالوضع ده قعدت اقول يا رب يموت وما يدخل عليا الفصل بس اللي بيخاف من العفاريت بيطلع له. وانا لسه داخل بقى طالع في الطرقه من الحوش الطرقه عشان ادخل لفصلي قابلني واحد صادق اخويا فبيسالني الله يرحمه الشيخ محمد ويرحم موت المسلمين فبيسالني بيقول اخبار الشيخ ايه؟ قلت له كويس قال لي سلم لي عليه ومش عارفه عامل ايه وسلم على الوالد وبتاع يا عم سيبني ادخل الفصل هيجي عليا المهم اتاخرت شويه ودخلت لقيت الفصل مقفول خبط الباب خبطت الثانية التالتة مش عاوز يفتح الرابعة عليه ايه؟ ولقيته هو المدرس تسمك ايه؟ أنا؟ آه... عبد الرحمن. قال عبد الرحمن. هو مبرق لي كده اهو. عبد الرحمن. هو حط تدخل بعد في الفصل. وقام قلت كلمتين ثلاثة كده. المهم حصل نوع من التشويش وبعدين دخلت قعدت. كنت أول واحد بينط في الفصل قبل أي حد بسببه. كان هو مدرس الفصل. بعد أسبوعين قالوا ده هنعقد مسابقة في القرآن في الفصل. في المدرسة على مدار المدرسة كلها فقام بيسأله رائد الفصل مين بيقرأ القرآن فقام بيقول له عبد الرحمن منصور يحسن أن يقرأ القرآن فبعد ما نظر المدرسة مشى جه بقى المدرس بتاعي بيقول لي اللي هو الأستاذ ده أنت حافظ حافظ سورة البقرة قلت بقرة الله المستعان جاب مصحف وقام لي على صوت الرحمن وقال لي قرأ قرأت قال لا ده جميل خالص ماشي مش يحفزني قول انت ان شاء الله تعالى لما تطلع الاول على المدرسه هنعمل لك حفله في الفصل نعمل لك مكافاه ما قالش الكلام ده خالص انما قال لي انت عارف ما كنتش تطلع الاول على الدفعه دفعه ايه يا عم انا لسه في كي جي يا عم الحاج الله يسترك كنتش تطلع الاول على الدفعه هعلقك قدام الاولاد كلها في المدرسه انا نسيت اللي انا حفظته ودماغي اتمسح ويوم الامتحان يكرم المرء او يهان الاساتذه قاعدين بيمتحنوني وانا قاعد كده اقرا يا ابن الفاتحه قلت له فاتحه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وقفت وقام باصص ورايا كده اهو اقرا يا ابن الضحى هو القران في سوره الضحى دماغي اتمسح لان الاشكيف وقف ورا ظهري والمدرس التوريد العريض فواحد من مدرسين ربنا يحفظه وكان حكيم شويه لقط القصه وعرف ان في مشكله قال لي بينك وبين فلان حاجه قلت له اه حصل واحد اثنين ثلاثه اربعه قام قايل عبد الرحمن منصور الاول على المدرسه عشان نسكت اللي وراي دخل بعضه ومشى ومدرس وقمت انا خارج على البوابه قلت لعم محمد رحمه الله انا لازم اروح لابي الوقت وطلعت جري على البيت قلت له ابي انا ما عدتش رايح المدرسه وما تقولش ليا روحي المدرسه قال خلاص وخد في حضنه وطبطب عليا و... ودخلت نمت وقمت وفطرت معاه وبعدين قال لي ايه القصه؟ قلت في واحد اثنين ثلاثة أربعة اللي سب الموقف ده سبب في قلبي جرح ان انا قعدت فتره من الزمن مش عاوز اجي عند جزء عام افتحه لان الصور عملت ارتباط لان الصور اللي انا كان بيسالني فيها وانا صغير واللي حصل بالموقف ده بسببها صور دي في جزء عامة ولذلك بقى عندي حاجز نفسي يبقى عرفنا ان الطفل لما يصل لقلب الخوف والرعب اللي حصل ده مسبب ايه فالكلمات الجارحة والسب والتعنيف والشتم والضرب وتسأله بتعمل كده لك عشان نربيهم عشان نعلم العيال احنا تربينا كده ده كلام غلط في غلط ما هو ده تشويل نفسيتك اهو انت نفسك تأثرت مش واخد بالك ما انت بيتعامل الاولاد بنوع من السب والتجريح والاهانه والضرب والخبط حتى لو حصل منك كده ما بتصلحش الاولاد بعدها انا بقول احنا كاباء او مربين لما نقع في هذه الاخطاء لازم اصلح بعدها بعد الموقف هدات تعال يا ابني خد ابنك على رجلك وخده في حضنك وقبله وتفهم معاه وقوله انا اعتذر منك ان انا ضربت وده ابنك حضنك وبدا يقبلك والدنيا مشت فانا عايز اقول يا اخوانا البعض يقول لي طب ما هو الضرب مذكور في القران يا عم صدقني والله بس مش الضرب اللي انت بتفكر فيه ده احنا بنستخدم الضرب اول مرحله اللي هو ومش حتى ضرب تاديب ده ضرب انتقام وتشفي حتى ربنا لما علي بن الزوج الزوجه قال ايه؟ والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن يعني ترتيب الضرب نمبر ثلاث نمره ثلاث احنا خليناه الاول بلا شك بان هذا امر خاطئ جدا ده احنا عندنا من الوسائل التربويه الكثير اكثر من 20 وسيله بفضل الله تعالى تغنينا عن مساله الضرب في اولاد لا تستقيم الا بالتخويف بالعصا وفي اولاد لا تستقيم الا بالضرب بس الضرب هو بقى ده نتكلم في اللقاء اللي جاي ان شاء الله تعالى اللي هو الضرب ضرب التقديم ولابد ان العصا حتى المستخدمه في الضرب لها شروط ولا مواصفات وده كلام عجيب لما قراناه للعلماء والفقهاء قال الله تعالى في القران وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث والنبي صلى الله عليه وسلم راى ابن مسعود رضي الله عنه يضرب غلاما بالصوت فنادى النبي صلى الله عليه وسلم بصوته فلما التفت ابن مسعود علم بانه النبي سقط السوط من يدي قال لله اقدر عليك منك على هذا الغلام سبحانه بحمد والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضربه فابن مسعود رضي الله عنه عشان يكفر عن هذا قال رسول الله هو حر لوجه الله النبي يقول له لو لم تفعل لنفحتك النار او لمستك النار يا الله يا الله يبقى دي ادله تدل على ان في ضربه اي نعم اي نعم ولكن عاوزين نقول بقى متى نبدا ضرب الاولاد لو حتى هنضرب يعني متى نبدا العقاب بالضرب عندنا رايين للعلماء الراي الاولاني يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا اولادكم الصلاة وهم ابناء سبع واضربوهم عليهم ابناء عشر ففرقوا بينهم في المضار فالراي ده بيقول ان ضرب الاولاد لا يكون الا بعد العاشره لان اكد اركان الاسلام بعد شهادتين الصلاه ولا يضرب عليها ولا الا عند سن العاشره فمن باب اولى ترك الضرب على باقي الامور الحياتيه او السلوكيه او التربويه التي لا ترتقي باي حال الى مكانه الصلاه واهميه الصلاه ومنزله الصلاه. والراي ده انا ارجحه بقوه. الراي الثاني ان ضرب الاولاد على العباده زي الصلاه مثلا يكون بعد تمام سن العاشره. وان الضرب على الامور الحياتيه والسلوكيه والاخلاقيه يكون بعد تمام السابعه. وان الضرب قبل السابعه غير جائز. انا بقول ضرب الاولاد قبل سن العاشره اجرام في حق الاولاد للاسباب اللي احنا قلناها او للمشاكل التي ترتبت على ذلك للمشاكل التي ترتبت على ذلك ويقول لك بقى الراي ده وضرب الاولاد الراي الثاني بعد السابعه يقول لك جائز على الامور الحياتيه والسلوكيه زي مثلا ولد اعتدى على ولد او اخذ مال واحد تاني الشيء اللي زي دي قال لك يضرب عليها بعد تمام السابعة ولكن أنا برجح الرأي الأول الذي يقول يا إخوانا ما ضرب قبل سن العشر على أي حاجة لأن أكد أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة ولا يضرب عليها ولا إلا عند سن العشرة والنبي صلى الله صدرت قدامه أخطاء كبيرة جدا 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 ومع ذلك ما علقش المسألة بالضرب أبدا لأن غاية المربي من التربية أن يوقف المربى على الخطأ اللي وقع فيه وبعدين يعالجه ومش غاية المربي من التربية ان احنا نضرب ونرزع ونخبط ومثل هذا الكلام وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث ما كان الرفق في شيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شانة وتعالى نشوف الموقف الرائع الجميل ده شطر في النبي صلى الله عليه وسلم يعني حدثت أمور كبيرة ومع ذلك النبي ما ضربش عليه روى مسلم في صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا صلى الله عليه وسلم فأرسلني يوما لحاجة فقلت والله لا أذهب ركز بس ونشوف أخطاء اللي وقع فيها سيدنا أنس وإزاي النبي تعامل معه فأرسلني يوما لحاجة فقلت في نفسي والله لا أذهب وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به رسول الله أو لما أمرني به نبي الله فخرجت حتى أمر على صبياني وهم يلعبون يلعبون في السوق فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفايا من ورائي قال انس فنظرت اليه والنبي ماسكه كده يبقى معناه مش كانت ماسكه بقوه او بنوع من العنف لا ده بحنيه خالص مسكه من قفاه لانه بدا يتحرك اهو لو ماسكه بصلابه يصعب عليه يتحرك ولكن قال انس فنظرت فاذا رسول صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفايا من ورائي قال انس فنظرت اليه وهو يضحك لما انس بص للنبي صلى الله عليه وسلم التقى النبي بيضحك فقال النبي قال له بعدها يا أنيس أذهبت حيث أمرتك مش أنا قلت لك روح المكان الفلاني رحت قال أنس قلت نعم أنا أذهب يا رسول الله أنا رايح خلاص الرواية دي بتقول إيه؟ سيدنا أنس وقع في أخطاء واحد أقسم ألا يذهب مع قدر النبي وجلالة النبي روح يا ابني هات رشدة دي لأمك عشان مريضة من الصيدلية قال لك والله ما أنا رايح هو البدر مش فلا فلان أنا مش رايح ابعد أي حد ثاني ويعمل لك كده والواد يشبر مناخيره كده وبرق بعينه وشوح بايديه. سيدنا انس اقسم الا يذهب مع قدر النبي وجلال النبي صلى الله عليه وسلم. ترك النبي وخرج من البيت دون استئذان. ذهب الى السوق ليستمتع بمشاهده اللاعبين اللي بيلعبوا. انا بسال الاب بقى بقول له لو كنت مكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فماذا انت فاعل؟ انت صوتك قاعده <applause> بتقح ولا سخنه ولا تعبانه قلت ابنك يا ابني خد الرشيطه دي جري على الصيدليه هات 10 دقايق ما جاش ربع ساعه ما جاش نص ساعه ما جاش طلعت الشارع لقيت الولد بيقول لك جول يلعب مع الولاد هيقوم ماسكه من قفاه هيسبه وجرحه وضربه وممكن يطفه في وشه ويدوا قدام اقرانه قدام اصحابه وكده قتل العلاقة التي بينه وبين الولد خلي بالك مرحلة الطفولة المتوسطة والمتأخرة والبلوغ أو المراهقة فيها سمة من السمات أو صفة من الصفات أو خصيصة من خصيصة من الخصائص اسمها العناد 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 بيثبت ذاته همشي كلامك ولا مشي كلامنا أنت قاعد على السفرة تقول لابنك لو سمحت يا محمد هات كوباية مية قال لك انا انا تعبان النهارده جدا ده انتوا مش عارفين انا عملت ايه هو البيت ما ملوش في حد الا محمد كله شويه ميه 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 طب اعمل ايه لاقيك اب اسحب نفسك وروح حاط ميه هتبقى الاسره كلها قامت حواليك تجيب لك ميه او او ما قاموش يبقى انت قدوه لاولادك وما تردش لا تردش يبقى في نوع الولد فهم انه وقع في خطا وعليك بس ان انت تنظر نظر حد الى عين الولد ثم تترك الولد وبعدين ما تقعدش ترد عليه. الناس صلى تصرف مع انس ايه؟ وسيدنا انس تعمد الخطا. مش حاجه عمليه مش عارف يعملها، ابني يعمل كذا، اكتب يا ابني مثلا على السطر فالولد مش عارف يتحكم في الالم فما كتبش على السطر مثلا، فانت بتعلمه يا ابني ممكن نعمل كده، حط له نقط وبعدين يكتب عليها عشان يبدا يتمرن ويتعلم. لا ده سيدنا انس تعمد الخطا. طب النبي ضربه؟ اه الجواب لا. قالت عائشه رضي الله عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده. ولا مرأة ولا خادما ركز في الجهة دي إلا أن يجاهد في سبيل الله. يعني استخدام إيد النبي كانت لإيه؟ للجهاد ما كانتش للضرب. الإمام يعني النووي بيقول فيه دليل على أن ضرب الزوجة والبنت والخادم والدابة وإن كان مباحاً للأدب فتركه أفضل هذا بلا شك طب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل النبي الكريم النبي صلى الله عليه وسلم مع سيدنا أنس واحد لم يعنف أنسًا وما ردش على أنس وهو غضبان لما قال له والله ما أنا رايح أمسكه النبي من الخلف بكل رفق ولين ورحمة ابتسم في وجهه لما نظر أنس قال ده النبي كان بيضحك أربعة ناداه بالدلال والدلع يعني فقال له يا أنيس مع إنه عمل موقف كبير وبعد كده قال لي أنس أولا ما حرجوش قدام أقرانه ولا قال له أنت عملت إيه وأنا أمرتك وما رحتش ليه وما ينفعش ولا كلام ولا ضربه ولا سب ولا جرح ولا حاجة خالص وقال له اذهب حيث أمرتك بس عشان حتى الناس ما تعرفش إيه القصة وعالج الموضوع بهذه الحكمة النبوية يبقى دي مشكلة كبيرة جداً ومع كده الناس صلى الله عليه وسلم ما عالجهاش بالضرب موقف اخر اعرابي جاي من الباديه والناس صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد مع اصحابه وفجاه دخل الاعرابي من الباديه الى وتوجه الى زاويه من زوايا المسجد وبعدين وقف يتبول فين في المسجد فغضب الصحابه رضي الله عنه غضب الصحابه رضي الله عليهم اجمعين وقالوا للرجل ما همه ايه ده اللي بتعمله ده اللي بتعمله ده توقف وهمه ان يضربوا النبي تبوأ في المسجد وفي حضور النبي صلى الله عليه وسلم وفي حضور الصحابه فقال لهم النبي لا تزرموه يعني لا تقطعوا عليه بولة سيبوه يتبول دعوه يكمل وتبول الرجل بسلام ورسول صلى الله عليه وسلم جالس واصحابه ينتظرون عشان نشوف النبي هيعمل ايه وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم نادى عليه وقال الرجل ايه بقى قال ان المساجد لا تصلح لشيء من هذا انما جعلت للصلاه ولذكر الله ولقراءه القران صلاه ذكر الله قراءه القران وانتهى الموقف عند هذا لا امر النبي صلى الله عليه وسلم واحد من الصحابه قال له هدلوا من ماء فشنه عليه وازال النجاسه وانتهت القضيه هل دي مشكله كبيره ولا صغيره لا مشكله كبيره وكيف عالجها النبي عالجها النبي بمنتهى الحكمة ومنتهى الرفق ومنتهى الرحمة لأنه أراد أن يوقف المربى هو الشخص ده على الخطأ الذي وقع فيه كانش المقصود لا ضربه ولا إهانته ولا تجريح حديث عائشة رضي الله عنها وغيرتها من أم سلمة رضي الله عنها وكسرها للصحفة أمام الصحابة والنبي عالج الموضوع في كلمة واحدة قالت غارت أمكم غارت أمكم وأخذ الصحفة التي كسرت اعطاها لعائشه واخذ السليمه بتاع عائشه اعطاها لام سلمه رضي الله عنها وارضاها وانتهت القصه عند مثل هذا. فعاوزين نقول يا اخواننا يا احبابنا حصل مواقف كثيره جدا في حياه النبي صلى الله عليه وسلم وما ضرب النبي عليه. طب انا عاوز اقول هل انا ممكن ابطل ضرب؟ ايوه نعم ممكن. وهل ممكن ابطل تجريح وسب واهانه وشتم للاولاد؟ اي نعم. سواء اولادك او في الفصول او المعاهد او غيرها. يعني استطيع ان انا اعمل ده؟ ايوه نعم تستطيع ان تفعل مثل هذا. بس بلا شك بان هذا الامر يحتاج الى رغبه ملحه في التغيير. ان انت جوه في قرارات نفسك بتقول فعلا يكفي ان انا بدمر اولادي. وخلي بالك اي كلمه جارحه تخرج من الانسان ولا يحي معناها أو ألا ساعة غضب مش منها لعلها تكون سبب في تحول حياة الولد إلى حياة متعبة جدا لنفسه وللمجتمع الذي يعيش فيه تخلى بقى طفل في الابتدائي في أول يوم من الدراسة استرق منه الألم بتاعه وده بيحصل من أولادنا كتير أو ضع منه الولد لما رجع البيت أمه بتقول له فين قلمك عشان نكتب الواجب قال لها القلم شكله اتسرق مني يا خايب يا غبي يا هطل يا هبل يا أه. قول بقى الموشح وقامت عاديه للولد نيمته كده واديت له علقه كسرت عظمه. الولد قال لا انا اهبل ولا انا مجنون ولا انا متنيل ولا بتاع خلاص انا اجيب حقي. فبدا يسرق الاقلام بتاع الاولاد دي البدايه بسبب الكلمه التي قيلت من الام. قال لا انا مش اهبل ولا غبي انا اتخذ منها ابدا ادور على قلم. بدا ياخد الاقلام من من اصحابه وبدأ يجمع أقلام ويبيع الأقلام لسارقها للأولاد وبدأ يعمل تشكيل عصابي في المدرسة اللي هو فيها اتنين تلاتة أربعة كده على نفس الشاكلة وبعدين وصل إلى درجة السرقة من مكان الحجرة بتاع مدير المدرسة أو ناظر المدرسة عمل تشكيل عصابي أكبر وصار من الناس المشاهير في السرقة على مستوى مصر كلها والكلام ده كما هو معلوم كان السبب في ذلك إيه كلمة قيلت من الصغر لما أمه قالت له يا غبي يا لما تفهمش يهطل هطل والكلام ده كثيرا جدا ما يقال الولد بيشخبط على على الحائط ورسم واحد عامل كده وعفريت ورسم ده ده ما هو راسم حضرتك انت كأم متصورك الشكل ده بسبب اللي انت عاملاه معاه فقام رسمك على الحيطه وقامت ماسكه الولد بالشبشي بقليل الادب اللي بوصل الحيطان وتودينا في داهيه بكره طلقني النهارده وقامت عضى الولد وضرب الولد وحبساه في الاوضه وعملت اللي ما معاه انت حليتي ما حلتش بعد ساعتين رجع الولد لنفس العمل تاني الولد بيفرغ الشحنه النفسيه والضغوط اللي عنده على الحائط طب اعمل ايه يا حاجه الله يرضى عنك والصوري بالذات على دخول العيد اهوت اعمل ايه وانت هتنضفي الشقه هات الولد كراسي رسم وابدا قطعيه بالمسطره والزقيله على الحيطه الاوراق اللي زي دي وخلي الرسومات اللي هو عاملها على الحائط وشخبط عليه ينقلها في الورقه او له قطعه من الخشب وحطه فيها ركبي فيها لوحه للوحه البيضاء دي زي الفنانين كده وتتحط في البيت الواد كيف رسم ارسم حبيبي اللي انت عاوزه وبعد كده عشان الولد يبقى ولد مبدع فيما هو ات وقد يكون فعلا حب الهوايه الرسم او الجرافيك او غيره نبدا من نعمل له احتفال بقى الاب والام والاخوه والاخوات والعمات والخالات يوم جمعه كده ونقول لهم تعالوا شوفوا المعرض اللي ابننا عمله اخت مبدعه فعلت مثل هذا ابنها الوقت يعد من افضل الناس اللي بتعمل جرافيك على مستوى مصر كلها وانا اعرفه معرفه شخصيه سبب ايه سبب هذا الموقف ان الام تعاملت تعاملت مع الامر السلوكي ده عند الولد بنوع من الذكاء وبنوع من ابتداء توفيق الله عز وجل ولذا نقول يا اخوانا اللي محتاج تغيير هيتغير وهيبطل ضرب وبطل سب وبطل تجريح وان شاء الله تعالى في اللقاء القادم قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء هنتكلم عن البدائل مكان الضرب بقى وامتى نقول نضرب في الاخر خالص وايش اللي يتكلم عليها علماء الى غير ذلك بشيء من التفصيل ان قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء لو انت مزعل ابنك وشتمته وجرحته واهنته اقوم الوقتي خد ابنك في حضنك وقول له انت قطع مني وانت نور عيني وانت حبيب قلبي وانا يعني ما بزعلش الا من سلوكك فقط واذا كنت اخطات في حقك سامحني ونبدا صفحه جديده مع بعض لانك انت لا تدري انت هتعيش الوقت ولا ابنك اللي هيعيش ولا مين هيموت اولا انا ولا ابني فينبغي ان احنا نصلح ونستدرك ما قد فات ونصلح الغلط اللي احنا وقعنا فيه قبل ان تاتينا المنيه اسال الله تعالى ان يبارك فيكم ونسدد خطاكم وان يرضى عنا وعنكم رضا لا سخط بعده ابدا هذه ليله الجمعه انا فاكثروا فيها من الصلاه والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقد امرنا بذلك قال الله تعالى ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاه صلى الله عليه بها عشرة ثم علينا الرجال سنن الفطره البس اجمل ما عندك من ثياب ضع افضل ما عندك من الطيب اغتسل اولا اجمل اجمل ثياب افضل طيب إذا إلى المسجد مبكرا معك السواك معك مصحفك آه لا يصح الحديث مرفوعا في فضل سورة الكهف في يوم الجمعة ولكن موقوفا على الصحابة فابدأ آه اقرأ سورة الكهف اجلس الصفوف الأولى في آه ساعة إجابة من يوم الجمعة وعلى الرغم من أقوال أهل العلم أنها بعد العصر فأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ربنا ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mm-hmm.